تقدرش نحل بالمقص، شكون اللي بحالك نقطع شفتو راه كبير يعني راه كيهز ماشي صغير دايرين 90 درهم هادي اللي بغيت خدتها ب 50 درهم شوفوا السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم الاحوال الصحيحه نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده اليوم البنات ان شاء الله غادي نشارك معكم روتيني ديال نهار الجمعه كيفاش كيدوز المهم البنات في هذا النهار هذا المهم مين كنفيق كنتوضا كنصلي كان الا كان عندي الوقت راه كنقرا البنات شويه القران الا ما كانش عندي راه كندير فقط سوره الكهف في التلفزة وكنسمع لها يا ربي تسمح لي المهم من بعد كندوز هكذا غير كنجمع هكذا جمعه خفيفه وكنبخر الدار عاد كندوز باش نفطر البنات انا دائما نهار الخميس في اما في العشيه او الصباح المهم وقتاش ما كان عندي الوقت يعني كان الا كان عندي شي صابون كنحيدو كنسيق كنجمع الدار المهم كما كنقولوا التخميله الكبيره كنديرها نهار الخميس لان نهار الجمعه عارفين ان الوليدات كيجلسوا من المدرسه وكيبقى السبت والحد والجمعه سبحان الله ما كيعجبنيش نخمل فيها حيت حتى من كنت في دارنا ما كناش كنسيقوا اولا كنصبنوا في الجمعه ومشات عندي عاده وكما شفتوا حتى الفطور البنات نهار الجمعه كيكون عندي بلدي 100% كيعجبني دائما نفطر بالمسمن شكون بحال البنات كندير هكذا معاه زبده بلديه والعسل اولا زيت العود المهم اللي كان المهم يكون فيه المسمن ضروري كيعجبني الا ما فطرتش هكذا بالمسمن البنات بحال اللي كتكون نقصاني شي حاجه المهم كما قلت لكم البنات يعني الدار كتكون عندي نقيه مجموعه مصيقه نهار الجمعه كنخصصها فقط هكذا كندواج هكذا كنخرجوا الوليدات في العشيه كنتلاقى مع لوستي دائما في العشيه المهم نهار الجمعه كيكون هكذا عندي خاوي وسبحان الله كيعجبني بزاف حيت كيكون زوين بزاف وكيدوز الصراحه كيدوز زوين المهم كما شفتوا من بعد ما فطرت جمعت هذوك المعان المهم اللي غادي الدار في لافيسيل كنديرو اللي غادي نغسلو بيدي كنحيدو عليا باش كتبقى لي الدار مجموعه وكتبقى حتى الكوزينه هكذا يعني كتشقي فيها على خاطرك وكيعجبك انك طيبي صافي هنا كيما شفتوا البنات غادي ندوز باش ندير الطعام اولا الكسكسو المهم كل واحد شنو كيقول له المهم راه الطريقه سهله وباينه كيما شفتوا يعني راه واضح كلشي وغادي نوريكم البنات واحد الحيله باش ما يبقاش هكذا البنات اللي مثلا كيكونوا جوج الناس اولا ثلاثه باش ما يبقاش يبقى لكم الكسكسو عارفين ان كلنا كيعجبنا الكسكسو يكون سخون يعني من كيبرد غير كيبقى كيضيع هنا البنات كتعبري بالكاس ديال العنبه يعني كل شخص كديري له كاس ما عامرش مثلا حنا البنات ولو اننا بربعه بينا كندير غير جوج كيسان لان ولاد البنات ما كياكلوهش نهائيا يعني كنعيا معاهم والو الا كلاو هذوك جوج معالق اولا ثلاثه يعني راه كياكلوه بزز صافي المهم كما شفتوا هنا التفوير الاولى انا كنديرها غير بزيت العود والملحه عاد من بعد كندير جوج تفويرات مور هادي صراحه كيجي الكسكسو زوين وكيجي المذاق فيه ديال زيت العود كيجي زوين بزاف
كما قلت لكم البنات هذا الطريقه هذه ديال الكسكسو، لان في الاول كنت كندير هكذا نص بكيه وكيبقى لي ويا ربي تسمح لي يعني غير كيبقى كيضيع وصافي. دابا البنات كندير هكذا كنعبر بالكاس كيجي هو هذاك يعني لا بقى كيبقى واحد شويه وصافي، يعني كما شفتوا راه كيجي مع الخضره ومع هكذا اما الدجاج ولا اللحم راه كيجي هو هذاك وصافي. هنايا البنات كما شفتوا انا السمن و يعني السمن الحار والربيع كنخليه حتى كنديرو مع القرعه الحمراء ومع الكوغيت باش تبقى النسمه ديالو هكذا زوينه في هكذا في الطعام وصافي. هنا البنات هنا من بعد ما جا راجلي من الخدمه ومهم صلينا الصلاه ديال الظهر صافي هنا كندوز باش كنحط الغداء ديالنا وان شاء الله البنات كملوا الفيديو حتى التالي باش غادي ان شاء الله نبارطاجي معكم واحد المشتريات كنت خديتهم وصورتهم واليوم ان شاء الله غادي نوريهم لكم ونخلي لكم البنات هنا حتى العنوان ديال السيد اللي كناخذ من عنده الصراحه كيدير اثمنه زوينه وحتى الحويجات كيكونوا عندنا نقيين وصافي. البنات كان هذا هو الغداء ديالنا اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. وهنا البنات في العشيه صوبنا باش نشربوا هكذا كويس ديال اتاي او لا قهوه. المهم صايبت لهم هذه الكيكه هذه الصراحه البنات كنت غنشاركها معكم ولكن ما صدقاتليش 100%. هي الكيكه البنات راه صدقات زوينه ولكن غير هاد الكراميل اللي درت مع اللوز كنت درت لها الكريمه في الاول وانا ما خليتش الكريمه شدات راسها مزيان وزدت عليها داك اللوز والكراميل بحال اللي ذابت شويه. ان شاء الله من بعد غنولي نصورها وغادي نولي نحطها لكم ناجحه 100%. غادي نشارك معكم واحد المشتريات اللي شريتها وعجبتني الصراحه غادي نشاركها معكم. اولا شريت هذا البريق هذا ديال الزاج اللي كيطيب فوق البوطه، قالوا كيطيب فوق البوطه، انا غنجربو معكم ان شاء الله وغادي نقول لكم. نقول لكم البنات حتى الاثمنه البنات خديتهم من السيد اللي دائما كنقول لكم راني كناخذ عليه، السيد البنات دائما اللي كنقول لكم راه كناخذ عليه راه كيكون في سباته. دابا نحط لكم العنوان ديالو، صراحه كيجي بحوايج زوينين نقيين وحتى الاثمنه كتكون عنده يعني مناسبه. هذا هو الشكل ديالو شفتو، عنده هاد اليد حتى هي في الطوغي ما كيطيح. هادي البنات هي فاش كديروا اتاي وكديروا الماء ديالكم هنايا، المهم كديروا النعناع ولا اللي بغيتو الشيبه ولا. وهذه هي الغلاقه، هذا هو الشكل ديالو البنات. هذا راه الكبير، كاين الصغير ديالو كيدير 90 درهم والمويان كيدير 100 درهم والكبير كيدير 110 درهم. شفتوا راه كبير يعني راه كيهز ماشي صغير. هاد البريق هذا جوج ديال الفناجل ديالو داير فيهم بروموسيون، كاين في هاد اللون وفي الكحل وفي واحد الخضر المهم داير بحال الزيتي. كانوا دايرين هادو البنات 200 درهم ودابا دار لهم 190 درهم. صراحه زين بزاف عجبني بزاف، هو هذا كيجي بحال هكذا. المهم هكذا ديروا فيه الحليب اولا. وكاين جوج ديال الطباسه بالفنجلات ديالهم، المهم داكشي راه زوين شفتو. ها هما صراحه زوين بزاف هكذا الجوج ديال الاشخاص. شوف هنا كتجمعيه بحال هكذا بهذا الشكل ديال البنات. هذا كما قلت لكم البنات دايرين 90 درهم. هذه البنات خديتها ب 50 درهم، شوفوا المهم راه هكذا تحطيها مع الزيتون الفرماج اي حاجه بغيتي. هذو هما العويدات ديالها، حتى هما البنات راه ديال الحديد ماشي ديال زعما ماشي ديال البلاستيك.
فيها شحال؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، فيها ستة من هادو. هذا الشكل ديالها كتجي بحال هكا، ممكن كتحطيها فوق الطابله هكذا ملي يكونوا الضيافه اولا ملي تكونوا غير نتوما. هذا هو الشكل ديالها زوين. وخديت هادو، هادو كاين اللي كيستعملهم هكذا اللي كيشرب قهوه كحله قاصحه، راه كيستعملهم. انا البنات قهوه كحله قاصحه ما كنقدرش، ما كنشربهاش. شفتوا الشكل ديالهم؟ تحطي فيهم هكذا لي صوص اولا شوكولا دوبيها وتحطيها. المهم هادو البنات دايرين 15 درهم، كاين اللي كيبغي كياخذ منهم سته كيخليهم غير القهوه كحله. هادو خديت منهم جوج الله اعلم، يقدر يكحل ويقدر لا. المهم هما فيهم هكذا، هاد المعلقه فيهم هاد اللعيبه، وفيهم هنايا لاباي، يعني كتحركي بها هكذا، وفي نفس الوقت كتشربي بها. كاين ستة البنات ديال البياسات ب 35 درهم، ومعاهم هاد لابغوصا دون ديالهم هادي باش تبقاي هكذا مرة دوزي. المهم مرة تغسليهم بحال هكذا. كيما قلت لكم البنات هادو ب 35 درهم هاد المعالق هادو. ديجا انا البنات عندي المعالق الاخرين اللي في الدوغي. سيري مالك، عند البنات هادو هادو كنت خديتهم البنات من ديال اللي فيهم هاد الرشمه هادي هنا، كنت خديتهم ب 200 درهم. الصراحه بقوا لي زوينين بزاف، كناكلو بيهم يعني ما كيخسروش نهائيا. راه شحال من اللي عندي دابا شي 3 سنين يعني ما تصداو ما حتى شي حاجه. الصراحه زوينين بزاف هكذا. هادو ب 35 درهم هادو البنات ب 35 درهم لستة. خديت غير الكبار كيجي بحال هكذا، فيهم هاد اللعيبة هنا هكذا سامبل. هادو 35 درهم المعالق. وخديت ستة ديال الفرشيطات حتى هما ب 35 درهم. وخديت حتى الماس ديالهم حتى هما ب 35 درهم. صراحة زوينين متقالين. وخديت البنات شنو خديت؟ خديت عاود هاد الشكل هذا، هاد اللون، حيت هو اللي عندي شوية في الفراش. هادو البنات درنا 15 درهم، هادو الفراش كبار ستة، خديت ستة من هادو. مكنصبرش نحل بالمقص، شكون اللي بحالي كنقطع وصافي. وخديت ستة ديال الماس، ستة هما الحجم الكبير. قلبت على المقص ما لقيتوش. وخديت ستة ديال المعالق حتى هما، وخديت ستة ستة ستة. هادو هما البنات المشتريات ديال اليوم، نتمنى انه يكونوا يعجبوكم. وكما قلت لكم البنات هاد السيد يعني عنده اثمنة اللي مناسبة، يعني اثمنه الماء زعما ما تلقيهاش فشي بلاصه اخرى. مثلا هادو البنات راه كيديروا 40 درهم في بلاصه اخرى، الماس كيديروا حتى 50 درهم 55 درهم. كما قلت لكم هو يعني الاثمنه كامل اللي عنده الاثمنه زوينه. وصافي البنات هادشي اللي كاين.